طب انا عارف ان انت عندك رأي معين في اللي حاصل فنيا، تحب تشاركنا في الرأي ده ولا تحب تحتفظ بيه لنفسك، ولا طب ما تديني ولا تصرف ازاي يا دلوقتي؟ ما تديني اختيارات. نعمل مسابقة زي اللي بتعملها في البرنامج بتاعك. عارف لو انا يعني لو ليا الاول كنت هقول كلام كتير الحقيقة يعني. بس بص، علينا ان نتعايش مع الواقع رغم هذا يعني القدر من المرار اللي فيه. من ضمن العناصر اللي لما قلت لك رأيي الشخصي ان احنا عددنا كتير جدا، فتعال انت سيب الممثلين واقعد مكان المخرج. انت عندك عمل فيه 50 شخصية، ايوه، مرشح ليهم 5000 ممثل. أوكي. هتعمل ايه؟ اخد احسن 50 فيهم، فهتضطر ان يبقى فيه 450 مقربين ليا. ايوه بس يعني فاهم ازاي؟ لا اقصد عنصر قبل دي سنه، ان انت هتضطر ان يبقى فيه 450 زعلانين منك. طبعا ده مبدئيا. ايوه فهو واقع صعب. طب ما هو يعني الحل بتاع الواقع ده ايه؟ قبل ما نبتدي نتكلم، او قبل ما نتكلم في حته انه مش المقربين، ناخد الاصلح. طبعا. قبل ما نتكلم في النقطه طبعا. دي قبل ما نتكلم في النقطه دي طبعا، حل ان انت عندك نسبه 10% بس هم اللي هيشتغلوا، و90% هيبقوا زعلانين لانهم ما اشتغلوش. حلها ايه؟ حل وحيد، ان الانتاج يكتر. طبعا. طيب الانتاج يكتر أو فين؟ او يفضل على وضعه بس نستعين بالانسب. حتى بحب المنطق هقعد مكانهم برضو مش مكان انا. بحكم المنطق. من حقي كفنان بالذات، مش عموما يعني من حقي ان انا اشتغل مع اللي انا عايز اشتغل معاه، اللي برتاح في التعامل معاه. ده في اي حته، في اي شغلانه. حاجه انسانيه. كفنان بقى الشغلانه دي شغله مزاج. فما تقدرش تقول له انت انا ما بشتغلش معاك ليه، مش عايز اشتغل معاك يا اخي. فبرضه حتى النقطه دي مش ما اقدرش اناقشها. طب انت بالتالي بتتعامل ازاي بقى في ضوء المعطيات اللي احنا بقينا فيها دلوقتي؟ الحمد لله. اصل هنعمل ايه والحمد لله الدنيا بتتحرك. يعني انا ما كنتش متوقع خالص. انا اخر حاجه عملتها كان حجر جهنم سنه 16، وبعدين جزيره غمام. ايوه. فحتى قلت لحسين المنبداوي، قلت له غالبا استاذ عبد الرحيم اللي رشحني يعني. قال لي لا انا. فكانت مفاجاه كبيره جدا، لانه احنا انا ما اتعاملتش معاه تعامل مباشر، احتكاك. أيوة. مباشر. بس هو جابني. فربنا بيبعت ونعم بالله في الزحمه الفظيعه اللي احنا فيها دي. انا بتصور انه مفيش حل غير ان نخرج بره المركزيه اللي هي القاهره. اصل انت لغايه النهارده تخيل انت لسه عندك، مش عايز اقول جهه واحده بشكل، المهم مركزيه الفن. سيبك انت، هو مكان يعني الفن. ايوه هو مكان واحد اللي بينتج. طب ما انت عندك اللي هو ال 15 شركه اللي احنا نعرفهم. انا مقتنع وبيذيعوا في نفس المكان. اقصد بقى انت هتحلها لما يبقى في اللي بيذيع اللي الاماكن اللي انت تعرض فيها حاجتك تكتر. انت ما عندكش مسرح غير في القاهره لغايه دلوقتي. ازاي في كام مكان في مصر ينفع يتعرض فيهم مسرح؟ كام مدينه؟ تعال نعد المدن بس. اسكندريه بطبيعه الحال. لا ده احنا كتير قوي. ولا تقارن بمسارح اسكندريه زمان يعني، استعوض ربنا. اسكندريه بصفه خاصه كمان وبالذات على صعيد المسرح يعني كانت في وقت من الاوقات تخيل انت منبر تنوير واشعاع مسرح. تخيل انت يبقى عندك مسرح احترافي مش هواه، ومش اللي بيسموها فرق مستقله. بيتعرض للتجاره شويه. بورسعيد، اسكندريه، دمياط، راس البر، بنقول المدن. أيوه. المنيا، ملاوي، اسيوط، ايه تاني في محافظه اسيوط بس؟ انت بتتكلم على ازمنه سابقه صح كده؟ انا بتكلم على انه دي ممكن تحل مشكله الزحمه. ان انت يبقى انت كده يعني اعمل حسابك بس ان انت هتعمل مسرح واحد في كل مدينه، فانت كده هتشغل 7000 ممثل طبعا على الاقل.